من اكتر الحاجات اللي بتضايقنا بشكل عام هي البطن او الكرش. يعني ممكن يكون شخص جسمه كويس جدا بس عنده بطن وده بيخلي شكله مش متناسق وكمان بيكون مقيده في طريقه اللبس. النهارده هنتكلم عن اسباب ظهور البطن، ازاي نتخلص منها وكمان ازاي نخس بشكل صحي وامن من خلال ضيفتي اللي منوراني ايه اسبيتان اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه والنحافه. ايه منوراني. اهلا بيك يا هند، عامله ايه؟ كويسه. عايزاكي تقولي لي اسباب ظهور الكرش. زي ما قلنا في ناس جسمها كله بيبقى مظبوط بس عندهم شويه دهون في منطقه البطن، ايه اسباب ظهور الدهون في منطقه البطن؟ خلينا متفقين ان الكرش ده لا عز ولا اي حاجه، ده هم وبوابه الامراض. شفتي احنا قلنا ايه؟ بوابه الامراض. يعني الكرش ده ممكن يبقى مشكله مقاومه انسولين، ممكن يبقى مشكله سكر، ممكن تبقى مشكله تكيسات مبايض فعندها جزء البطن السفليه من تحت السره دي بتبقى زياده شويه عند البنات. ممكن تبقى ضعف من الحركه او ضعف العضلات البطن من قله الحركه هتبتدي تعمل كرش. ممكن الناس عندها مشاكل في القولون، والنهارده هنحله في الكورس ماشي، الناس اللي عندها مشاكل في القولون وعندها انتفاخ دايما في بطنها دوت ممكن يبقى كرش. فعندي اسباب كتير جدا للكرش، منها وراثي تمام، ومنها مرضي تمام، زي ما قلنا تكيسات او تكيسات مبايض او مقاومه انسولين او سكر او الكلام ده كله. ممكن يبقى نمط غذائي، زي ما قلنا الناس اللي دايما بتاخد فاست فود كتير او بتاخد حاجات فيها نشويات كتير فدايما تلاقي عندهم عوامه، احنا بنسميها عوامه. ايوه صح. الجناب دي بالبطن دي بسبب مثلا الناس بتاكل مكرونه ورز وكريب وبيتزا والحاجات اللي دايما معجنات شديده قوي. هل مواعيد الاكل يا ايه ممكن تسبب بطن؟ يعني هل مثلا يعني الناس تقول لك ايه ما تاكليش قبل ما تنامي بساعتين عشان البطن ما تظهرش، وناس ثانيه تقول لك لا كلي براحتك طالما مش هتاكلي نشويات، ايه الصح؟ بصي، هو الناس التانية دي صحابك جدع دول اكيد ناس صح. مش تبعنا تمام. احنا ليه دايما بنقول عايزين قبل ما ننام الاكل يبقى خفيف عشان الجسم يقدر يهضمه. اي نعم انا كده كده الجسم طول الوقت بيحرق بس عندي معدلات الحرق بتاعت الاكل بالليل بتبقى اقل. فدايما نقول بالليل ناكل حاجات خفيفه، ودايما بقول بالليل احب اكل الحاجات اللي تخدمني تاني يوم، عشان كده الناس تقول لك مثلا كلي زبادي فهيديك احساس بالشبع وفي نفس الوقت هيخلي المعده بطنك او معدتك اهدى لتاني يوم فتقدري تستقبلي اكل تاني وتاكلي تاني. فدايما بالليل يا اما تاخدي حاجات فيها الياف، سلطه خضار الكلام ده كله، فاكهه، الحاجات دي بتخلي تديكي احساس بالشبع. صح مظبوط. كمان يمكن انت بتقولي الزبادي، الزبادي كمان فيها حلو اللي انت قلتيه انه ناخد حاجه تفيدنا لتاني يوم. الزبادي بالزبط. فيها بروتين الكازين اللي بياخد وقت طويل قوي في الامتصاص، ف وانت نايمه جسمك يستفيد بيه، وكمان فيها بروتين فهي اصلا اوريدي مغذيه. صح. هل الستات عرضه للكرش اكتر من الرجاله؟ احنا الستات يا حبايبي مظلومين في كل حاجه. فطبعا الناس اللي عندها مشاكل في التكيسات او عندها مشاكل في الدوره الشهريه بتدي عندها بطن سفليه او البطن دي دايما بيضايقهم لان نزولها بيبقى صعب. بس النهارده في كورس جو سليم عندنا مفيش الكلام ده. هنشتغل على الدهون الموضوعيه وهنشتغل على الديفيوهات، زي ما حضرتك قلتي ان انا لو مثلا حد يبقى جسمه حلو قوي وجسمه فات خالص بس عنده مشكله في البطن، او حتى ممكن يبقى بيروح الجيم وعنده مشكله في البطن يعمل ايه بقى؟ فدي احنا بنسميها دهون موضوعيه. الدهون الموضوعيه دي عندنا منتج زي الجارسينيا او مستخلص زي الجارسينيا اللي موجود عندي في الكورس ده هيقضي على الدهون الموضوعيه. عندي منتج او مستخلص زي عشبه الاسد والشمر وبذور الشيا والسيليوم، كل الحاجات اللي موجوده في الكورس زي جرين كوفي وجرين تي برضه هتنهي تماما عن الدهون الموضعية. حلوة قوي. كلميني اكتر يا دكتور عن الكورس. الكورس فيه ايه؟ ايه اللي بعمله من اول ما اصحى من النوم لحد ما انام؟ الكورس احنا بنعمل حاجتين، اول حاجه بنسد الشهيه وفي نفس الوقت بنشتغل على ان الجسم يبتدي يعمل محرقه داخليه. يعني ايه يعمل محرقه داخليه؟ يعني يبتدي يحرق الدهون الموجوده، الدهون الجديده والدهون القديمه. طب هنعمل المعادله دي ازاي يا هند؟ عندنا منتجات الكورس هقولهم لك بسرعه كده. عندي جو جرين كوفي، القهوه الخضراء طبعا الشهيره اللي بقت ترند وكل الناس بتلجأ فيها لبشرتها وشعرها، وكمان هي بتعلي معدلات الحرق وكمان بتعلي المناعه. ايام الكورونا وايام الازمه دي كانت الناس كتير جدا بتطلبها عشان بس تعلي المناعه بتاعتها تمام. عندي منتج تاني زي جو فايبر. جو فايبر ده بقى يعني ده اهم حاجه عندنا في الكورس، لان احنا عاملينه بتقنيه مفيش اي حد في مصر نهائي عاملها غيرنا احنا. ايه كلميني عن الجو فايبر. الجو فايبر ده عباره عن قشور السيليوم، سمعتي عنها قبل كده؟ خطيره. دي حاجه عباره عن الياف طبيعيه جدا بتسد معاكي الشهيه وبتحسسك ان انك مش جعانه لوقت طويل. موجوده في منتجات كتير جدا بس بتعمل مشاكل. احنا النهارده عملناها بتقنيه جديده اسمها المايكرو نانو او المايكرو فايبر. تقنيه المايكرو دي بتخلي الجسم يبتدي يتخلص من الفايبر دي بدون اي مشاكل.
احنا بنقول مثلا الفايبر دي لو احنا عندنا كوبايه الميه وحطينا البودر بتاعتنا فيها ونشربها، بتبقى ماده زي الجيل كده بتنزل المعده تعمل لي بالون. البالون دي بتقلل لي كميه الاكل اللي داخل، بلس ان هي تقعد معاكي من 6 ل 12 ساعه قبل ما بتتهضم، فانت بتحسي بالشبع لفترات طويله. ومش بس كده، التقنيه بتاعتنا مش هنعمل بالونه كبيره تخلي الجسم يتعب قبل ما بتنزل او بتبتدي تخلص منها بفضلاتها او كده، لا، التقنيه بتاعت المايكرو بتاعتنا هي بتبقى زي بالون كتير صغيره، فاول حاجه هتاخد مساحه اكبر وفي نفس الوقت التخلص منها هيبقى اسرع، فتحسسك بالشبع فتره اطول وتخليكي تاكلي كميات اكل اقل. نوع الاكل اللي هاكله مع، هل هاكل اكل عادي؟ هل هاكل اكل دايت؟ احنا بقى في جوست ليم النهارده حللنا لك القصه دي، ان احنا تقدري تاكلي كل اللي نفسك فيه وهتخسي برضه وبصحه وامان. كل اللي نفسك فيه؟ كل اللي نفسك فيه، هو ربنا قال ايه؟ كله واشربه ولا تسرف، فانت هتاكلي كل اللي نفسك فيه، بس احنا بقى نبتدي نعمل حاجتين، الجوست ليم، والجوست ليم عندنا في الكورس والجو فايبر الموجوده، كل الحاجات دي هتبتدي تعلي معاكي معدلات الحرق وفي نفس الوقت تقلل شهيتك، فكميه الاكل هتبقى داخله، هتلاقي ان عينك هي اللي نفسها تاكل، تاخدي قطمتين ثلاثه ومش قادره تكمل. يعني بتقلل شويه الاكل. طيب انت اتكلمتي عن الجارسينيا، كلميني عن الجارسينيا وفوائدها وكمان طرق استخدامها او الجرعات اللي بناخدها منها. الجارسينيا موجوده عندنا من قديم الازل، بس هم اللي عملوا عليها ريسيرش وابحاث كتير لقوا ان هي بتظبط معدلات السكر في الدم، فالناس اللي عندها مشاكل السكر تايب 1 او تايب 2 بتبتدي بطنهم تزيد، بتبقى عندهم دهون موضوعيه كتير، فانا عندي الجارسينيا اللي موجوده في كورس الجوسليم دي بتبتدي تنهي تماما مشاكل البطن، وكمان الناس اللي عندها التهابات وخشونه المفاصل دايما من زياده الوزن تلاقي ان المفاصل بتاعتهم فيها احتكاك او الاحتكاك بيسبب الم، فانا عندي الجارسينيا كمان بتعالج الالتهاب، وكمان فيها كالسيوم وفيها زنك وفيها فيتامين اي وبي وسي ودي وبي كومبلكس، كل الحاجات دي كويسه قوي مضاد اكسده، فهي كمان بتعلي معايا الحرق. حاجه تانية في الكورس عندنا مهمه جدا، وهي قشور السيليوم الموجوده في الجو فايبر. هي مش بس يا هند بتخلي الجسم ان هو يعني تقلل كميه الاكل اللي داخله، لا، ده الالياف دي كمان بتغذي الجسم، ان هي فيها عناصر كتير جدا الجسم محتاجها. عايزين نتكلم كمان عن جوس ليمون هيربس، كلميني عنها اكتر، ده واحد من منتجات الكورس، عايزاكي تكلميني عنه وعن فوائد. بصي بقى، انا دايما لما حد يقول لك ايه انا عايز عندي صداع روحي خدي دواء كذا وكذا وكذا، عندي برد خدي كذا وكذا 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 هيخسي، احنا النهارده في جوس ليم جبنا لك اكتر مستخلصات من الاعشاب بتركيزات كويسه جدا تخليكي تخسي من 8 ل 9 كيلو وانت مش حاسه. ازاي بقى؟ ما احنا قلنا انا عندي فريق طبي متخصص بيتابع معاكي من اول ما بتصحي لحد ما ينامي، بيديكي مواعيد الوجبات، بيدي يديكي نوعيه الاكل بتاكليه، وكمان بيديكي الكورس المناسب لصحتك، فانا عندي الجو هيربس دي عباره عن عشبه مستخلص فيه عشبه رجل الاسد وفي شمر وفي في قرفه اسيويه، قرفه اسيويه دي خطيره جدا، شفتي اسمها اصلا جديد مش هتلاقي سمعتيه كتير، فدي من ضمن المميزات اللي عندنا في الكورس، وكمان فيها جارسينيا وكمان فيها جرين تي وجرين كوفي، فانا عندي الجو فايبر او الجو سليم هيرب الموجوده معايا في الكورس، كل الحاجات دي بتدي تسد معاكي الشهيه عالي جدا. بناخدها امتى؟ بناخدها عندي قبل ما بننام بنص ساعه الصبح، بناخد جرين كوفي تمام، وقبل الغداء بناخد السليمينج الفايبر، الفايبر بتاعتنا اللي هي قشور السليم عشان تقلل كميه الاكل، وبالليل بناخد السليمينج هيربس بتاعتنا. حلو قوي، ده كده على مدار اليوم. القهوه الخضراء يمكن قلتي لي ايه ان هي ليها فوائد كتير، بس عايزين نتكلم عن فوائدها في الحرق. هل هي بتزود الحرق لو في حد عنده مشكله في الحرق؟ بصي بقى، احنا عندنا في كورس جو عندنا اهم حاجه ان احنا مستخلصات، يعني الخلاصه، عارفه بقول لك احنا عندنا الخلاصه، احنا عندنا الخلاصه، يعني بدل ما اقول لك اشربي لي 10 كوبايات جرين كوفي في اليوم، لا، انا عندي مستخلص جرين كوفي، يعني معنى كده ان تركيزه اعلى وامتصاصه اسرع، فالجسم هيستفاد بيه بسرعه. فانا عندي الجرين كوفي بدورها ان هي بتعلي معدلات الحرق جدا، كمان الكافيين اللي موجود فيها ما بيعليش ضربات القلب بتاعتي، ما بيسببش سهر، فهو كمان امن جدا للناس اللي عندها مشاكل في الضغط، الناس عندها مشاكل في قلبها او ممكن ياخدوه ما فيش اي مشاكل، وكمان بيعلي عندي مضادات الاكسده الانتي اوكس بتاعتها عاليه جدا، فالناس اللي شعرها بيقع ضوافرها بتتقطم عندها تصبغات في بشرتها او اي حاجه، فمعنى كده ان هي هتخس وكمان هتعالج الحاجات دي. فانا وكمان الجرين كوفي بيزود لي الاحساس بالشبع طول الوقت، عشان كده بنحب ناخده الصبح، فاجي افطر حاجه خفيفه، اجي ساعه الغداء اكل حاجه مناسبه، بالليل فانا بالنسبه لي في التخسيس بالذات او اتباع لايف ستايل مفتاح اليوم، عارفه انت لو فتحتي اليوم كويس، عارفه لما حد يضحك لك كده في اول يوم تلاقي اليوم كله حلو، فاحنا لو ظبطنا وجبه الفطار الصبح تمام هتلاقي اليوم كله مظبوط معاكي،
فمن هنا بنبتدي ناخد الكاب بتاع الجرين كوفي بتاعنا، تمام، نبتدي من اول اليوم بتلاقي ان هو ظبط لك معدلات الانسولين، ظبط لك معدل الحرق، كمان ظبط لك مستوى الجوع والشبع بتاعك، مش هيبقى فيه كيرفنج للاكل او اي حاجه. ازاي ممكن طرق التواصل معاكم؟ طرق التواصل عندنا من خلال الارقام الموجوده على الشاشه، وكمان صفحه الفيسبوك والواتس والانستجرام، وكمان بقى هند ان مش هنديك الكورس وتبعدي عننا كده، لا احنا معانا فريق طبي 24 ساعه خلال السبع ايام موجودين مع الناس، اي تواصل اي استفسار اي مشكله صحيه متعلقه بالوزن احنا موجودين معاها. احنا لسه مكملين كلامنا، لكن معانا مداخله ميرفت من المنوفيه. ميرفت الو. ايوه اتفضلي يا ميرفت، دكتوره سامعاكي. لو سمحت يا دكتورة، أنا وزني 105 وطولي 160، عندي مشكلة في الغضاريف ما بقدرش أتحرك. جارسينيا بقى، جارسينيا بتاعت الغضاريف زي ما قلنا، والتهابات جارسينيا. تمام، طولك قد ايه؟ قلنا الطول 160. طب سنك يا ميرفت؟ 65 سنة. ربنا يديك الصحة يا حبيبتي. طب في أي مشاكل مزمنة؟ في أي أمراض؟ تاخدي أي علاج؟ عندي ضغط وسكر. ضغط وسكر، الف سلام. الله يسلمك. طب انا النهارده بقى هحللك كل المشاكل دي في كورس جوسلام. شكرا يا ميرفت. ناخد حاجه حاجه. اول حاجه في ضغط وسكر، فانا عندي الجارسينيا اول حاجه بتتحكم لي في مستويات الانسولين اللي في الجسم، وكمان بتظبط لي السكر. تمام، فانا عندي مشكله زي الضغط. الضغط دي معنى كده ان هي محتاجه حاجات ما تعليش معها الضغط، ما تعليش ضربات القلب، ما تحصلش اي مشاكل. فانا عندي الجرين كوفي موجود فيه ما بيعليش الضغط، عندي الجرين تي اللي موجود في المستخلص ما بيعليش الضغط، عندي كمان قشور السيليوم، الشمر، رجل الاسد، كل المنتجات دي، وكمان الشطه اللي موجوده في الكورس، وكمان الفلفل الاسمر. شفتي كلها حاجات حراقه، فمعنى كده ان الدهون هتتحرق هتتحرق. وكمان الكلوروفيل اللي موجود هيعلي لها مضادات الاكسده عاليه جدا، فهيعالج لي الالتهابات الموجوده او بسبب الخشونه او التهاب الاعصاب. بصي، هي بتقول لي ان هي عندها الالتهابات دي او الخشونه دي، فدايما اكيد هتلاقيها بتاخد دواء كورتيزون او دواء فيه مشاكل، فبتدي يعملها فوليوم في الجسم او كده. فانا عندي الكلوروفيل وكمان المضادات الاكسده اللي موجوده في الكورس هتخلي الجسم يتخلص من كل الميه الزياده اللي الكورتيزون سببها، او الوزن الزياده، او الفوليوم اللي هي خدته اكتر من جسمها. حلو قوي. فهي تاخد الكورس النهارده عشان عليه خصومات ما تنساش. هايل. عايزين نعيد تاني للناس الكورس ابتداءا من الصبح لحد قبل ما يناموا بالليل، ونوعيه الاكل اللي ياكلوه. تمام، انا عندي كورس نمسكه تاني، عندي منتجاته ايه، عباره عن جو جرين كوفي القهوه الخضراء، وعندي الجو فايبر اللي هو السيليوم هاسك بتاعنا اللي هو احنا بناخده قبل الاكل فيبتدي يعمل لي بالون، وعندي كبسولات السليم فيت اللي هي فظيعه يا هند بالنسبه لحرق الدهون. تمام، وعندي الجو سليم هيربس دي برضو خطيره في حرق الدهون. طب طريقه الاستخدام، طريقه الاستخدام الصبح بناخد الكاب بتاع الجرين كوفي. تمام، وبنيجي قبل الغداء بنص ساعه ناخد الفايبر بتاعتنا، الفايبر اللي هي السليم هاسك بتاعتنا اللي بتدي بالون. تمام، احنا معانا شويه صور كمان ممكن يا دكتور نتكلم عن دي، حالات اوكي بيفور وافتر، قبل وبعد. ده استاذ محمد كان عنده 35 سنه وكان وزنه حوالي 124. مشكلته بقى كلها ان هو اصلا كان عايز يسيب الشغل بسبب ان هو مش عارف يلبس حاجه، حركته كانت اقل. ابتدى تابع معانا الحمد لله في 5 شهور ابتدى نزل حوالي 45 كيلو. 45 كيلو بصي، واحنا ممكن ننزل اكتر، بس احنا دايما التارجت بتاع جوسلام ان احنا عايزين ننزل صحه. عشان كده الكورس بتاعنا مرخص من وزاره الصحه المصريه، امن جدا على الاطفال، وكمان ما فيهوش اي مشاكل لاصحاب الضغط او القلب او السكر. وكمان دي حاله ثانيه، قبل كان 114 الوزن وبعد كده 100. بصي بقى الجميل، لو بصينا في الصوره هنلاقي ان بصي مقاس دراعها اتغير تماما، البطن اتغيرت تماما. فاحنا في الكورس بتاعنا احنا بس مش هننزل وزن يا هند، لا احنا الشيب بتاعنا هيتغير. فاحنا انت ممكن انت بتشتري كورس جوسلم، لا ده انت بتشتري حياه جديده بمقاسات جديده، بصحه جديده، بلايف ستايل مختلف تماما. حلو قوي. في ناس كتير بتبقى عايزه تجيب منتجات التخسيس بس بتبقى خايفه شويه انه تكلفه تبقى عاليه عليهم. هل الكورس التكلفه بتاعته مناسبه لاي حد؟ هل انتوا بتبقوا عاملين عليه عروض في اوقات معينه؟ احنا عملنا المعادله الصعبه، لحد ما كانش حد بيعرف يحقق، ان هو الكورس مرخص من وزاره الصحه، تقدر تلاقيه في كل الصيدليات. تمام، النهارده تقدر تحصل عليه من البرنامج من خلالك، ان هو يبقى فيه خصومات. اولا هو في متناول الجميع، وكمان دايما احنا بنحط هدايا مع الكورس عشان احنا هدفنا النتيجه.
اللي عايز يخس 10 هتلاقيه بقى من كتر ما هو حب شكله لا ابتدى يخس 30 و20 وكده، كل حسب الحاله حسب حالتها. فالنهارده احنا عاملين لك خصومات، عندنا خصم 50% على كورس الشهر، يعني ممكن تاخد كورس وعليه كورس تاني هديه، تمام. وعندي كورس القولون والديتوكس والمعده والهضم، اللي احنا اكتر حاجه عندنا في الكورس اللي هي ماده كروفيل دي، بتوش فظيع للاستومك وللمعده. فانا عندي خصم على كورس الهضم او كورس مشاكل القولون 30%. وكمان النهارده في حاجه حلوه قوي بقى، احنا عاملين كورس الصحاب. لو في حد 4 صحاب اشتروا الكورس، الخامس هياخده هديه. ايا نورتيني، بشكرك شكرا جزيلا. ايا سبيتان، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه والنحافه. ان شاء الله كل حد يبقى محافظ على صحته وعلى جسمه، ونبقى كلنا في صحه احسن. شكرا. اهلا بكم من جديد، وهنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا ناس كتيره بتسال عليه. بيقولوا عندنا مثلا طقطقة في مفصل الركبة أثناء الصلاة أو طلوع السلم، أو وجود ألم أحيانا كمان أثناء المشي، واللي ممكن كمان يوصل شدته مع الأشخاص على أنه مش قادر حتى يمارس أبسط مهامه اليومية. دي من أكتر الأعراض والشكاوي اللي يمكن بقينا بنسمعها كتير جدا، متكررة، وكان كمان متعارف عليها أن أمراض العظام مقتصرة بس على كبار السن. دلوقتي كمان بنشوف مع صغار السن اللي بقى يقولك انا بقدر اصلي وانا قاعد، مش قادر ان انا اقوم اقف. هنعرف كتير جدا عن ما يسمى بخشونة الركبة وكيفية علاجها مع ضيفنا دكتور بيجاد عبد الرازق، استشاري ومدرس جراحة العظام كلية الطب قصر العيني، وزميل كلية الجراحين الملكية للعظام والكسور بانجلترا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. أنا كنت عايز أسألك أول سؤال، هي خشونة الركبة دي اسم سليم ولا اسم خاطئ؟ لا، اسم مظبوط فعلا. هو بيحصل خشونة في سطح المفصل، لأن المفصل ده هو العظمتين بيلتقوا ببعض. عاجبني قوي. أنا عايزك بقى تشرح لي على نشرح لحضرتك وللشباب المشاهدين. ده مفصل، ده موديل لمفصل الركبة، في عظمة الفخذ وعظمة الساق بيلتقوا ببعض هنا بسطح المفصل. فسطح المفصل ده عشان يحصل حركه بشكل مظبوط لازم يكون سموث، لازم يكون املس. ففي طبقه جيلاتينيه ربنا مبطن بيها سطح المفصل، جعلها موجوده، وغضاريف موجوده في النص علشان يحصل حركه بطريقه شكلها سموث، كانها كوشن، كانها بالظبط طريه، كانها بتمتص الصدمات في الحركه. فالخشونه اللي بيحصل تلف، ديجنريشن، تاكل، وير اند تير في الغضاريف اللي موجوده، وبيبدا يحصل لوس اوف ذا سيرفيس، يعني بالتدريج بيفقد النعومه دي، النعومه وطبقات من الجيلاتينيه، وتبقى خشنه لدرجه ان بنوصل في نقطه ان يبقى العظم على العظم، بنسميه بون اون بون، وبتبان كده في الاشعاعات ان العظم على العظم، لان من كتر ما حصل فقدان للطبقه الجيلاتينيه دي. هي دي الخشونه، هي دي الخشونه فعلا. وازاي تظهر في سن صغير؟ يعني حضرتك بتقولي تاكل الماده الجيلاتينيه، ازاي في سن صغير تتاكل الماده الجيلاتينيه؟ صح، هو الـ الاغلب زي ما حضرتك يعني قلتي في الاول ان هو بيحصل في الناس الاكبر في السن، لان هو بيحصل حاجه بروسس بتحصل على مدار سنين، حصلتش امبارح ولا النهارده. لكن الناس بقت مجهودها اكبر، الناس بقى وزنها زياده، بقى في ناس بتلعب رياضات عنيفه شويه، بيلعبوا غلط الركبه، بيلعبوا يعني غلط، اوفر يوز. الرياضيين اللي بيلعبوا too much sports بشكل اوفر يوز، ما بيتعافوش من الاصابات بشكل صحيح، بيحصل تلف في الركبه بدري. فبيبدا يبان عندنا ان بعض الناس بقى يجيلها خشونه في سن 40 سنه، 38 سنه، حاجه و40 سنه. فعلا بدانا نشوف مرضى في سن اصغر عندهم خشونه. بس هل الالام اللي في الركبه لازم تكون خشونه؟ لا، ممكن الركبه تبقى فيها الام، وفي درجه بسيطه من الخشونه او مرحله ما قبل الخشونه، اوفرلود. الناس اللي وزنها زياده، الناس اللي ما بتمارسش رياضه خالص، او بتمارس رياضات بشكل عنيف او بطريقه غلط، المرحله الاولانيه خالص قبل الخشونه ان السطح الغضروفي ده اللي هيبدا يتلف عليه لود، والسطح الغضروفي ده عليه حمل، يعني عليه حمل ليه اعصاب، يعني انتهاء اعصاب وريسبتورز، مراكز استشعار للالم، الاطراف العصبيه نفسها أطراف بتاعتها بتكون موجوده في المنطقه دي. فبيبدا اما يحصل عليه حمل متكرر يحصل الم ووجع. فالالم والوجع دول بيبقوا يعني زي ما يكون انذار انا هبدا انا حصل لي مشكله قريبه، يعني فبدا جرس انذار للمريض ان انت ركبتك دي عليها حمل بشكل غلط. تفتكر حضرتك ايه اول حاجه المفروض المريض يعملها في اثناء ما يجي له الالم البسيط ده؟ انت عارف طبعا ان بنلجا على طول نروح الصيدليه يجيب اي ملين او سبراي يرشه يقول لك انا بقيت زي الفل. صح، هو الناس محتاجه دايما طبعا ان احنا نوصل لهم توعيه. ما هو برنامجنا ده عشان التوعيه، انه الحاجات دي في العظم علاجها مش علاج دوائي. العلاج الدوائي هنا دوره مساعد فقط،
زي ما حضرتك قلتي سبراي موضعي او مرهم موضعي بيلطف الوجع، حاجات من المواد الجيلاتينيه زي الجلوكوزامين وزي الكولاجين، الحاجات سواء كانت باودر يعني ساشيتس بتتفضى وتتدوب او تابلتس بتتاخد، كل دي حاجات بتساعد، دورها بيحفز سطح المفصل والخلايا والكلام ده. لكن المهم هي تغيير النشاط، تعديل السلوك اللي هي behavioral changes أو lifestyle modification، نزول الوزن، تقوية العضلات، تجزئة المجهود، رياضة بشكل سليم وصحيح، لبس جزمة يعني القعر بتاعها طري أو نعل طري أو لين. يبقى هنا بيجي بقى السؤال، ان انا ما اروحش للصيدلي، لازم اروح للطبيب عشان اعرف السبب الرئيسي اللي عمل ده، مزبوط صح؟ مظبوط، احنا عايزين نتكلم فيه. طبعا طبعا. طيب احنا عندنا صور دلوقتي عايزين نعرضها، وعايزين حضرتك تقول لنا بالظبط ممكن ان يكون ايه الاشكال اللي ممكن تصاب او تصيب المنطقه دي، وعايزه كمان حضرتك تقول لنا في الاثناء دي بطرق العلاج المختلفه. سمعنا عن الحقن اللي بتنزل بتتحقن جوه المنطقه الركبه او خلافه، يعني ايه اول صوره معانا يا دكتور؟ الحقيقه ده منظر ركبه فيها خشونه شديده. دي كانت مريضه من المرضى بتوعي، يعني كان عندها خشونه شديده جدا في الركبه في الناحيتين الحقيقه، وكانت وصلت لدرجه ان اثر على الحركه بتاعتها ومش قادره انها تمشي بشكل سليم، لان هي زي ما حضرتك قلت تدرج، ابدا بوجع، الوجع ده ياثر على النشاط اليومي العادي بتاعي، المشي، الحركه، الطلوع، النزول، الصلاه، الجلوس، وبعدين يبدا يخليني مش قادر امشي كويس. العلاج لازم يتاخد تدريجيا، ما ينفعش ان انا اشوف المنظر ده واقول للمريض انت لازم تعمل مفصل. ده ممكن تيجي لك على كرسي بعجل مثلا، ممكن تكون خلاص مريض يعني وغالبا المريض بيضطر يعمل العمليه لما يوصل لنقطه ان اثرت على حركته، مش قادر يقوم يمشي. دي الاند ستيج بقى، دي درجه خشونه من الخشونه الشديده قوي، بيسموها الدرجه الرابعه او الدرجه الثالثه. العلاج في الخشونه ما فيش حاجه اسمها لازم عمليه، انا ممكن ابدا معاه من اول علاج دوائي لتعديل سلوك ونشاط، تمارين علاج طبيعي، نزول وزن، لازم نجرب الحاجات دي الاول. زي ما حضرتك قلت في حاجه اسمها الحقن هنتكلم عنه، لما يوصل لنقطه انه مش قادر يتعايش مع الوجع اللي موجود، اصبح الوجع ده موجود كونستنتلي متواصل طول الوقت، مضطر انه ياخد مسكن كل يوم، فده ممكن ياذي المعده والكبد والكلى، او مأثر على نشاط مش قادر يتحرك، كنت بحب انزل امشي مش قادر، كنت بروح اخرج مشوار مش قادر اروح، حتى المروحه التويلت او الحمام بقى بصعوبه شديده جدا، فيفكر ساعتها المريض في ان هو يعمل عمليه تغيير المفصل. يعني المريض اللي بيجي يطلبها، المريض هو اللي بيجي يقول لك، المريض هو اللي بيجي يقول بس انا بعشق التخصص جدا، والجميل جدا اللي بقى موجود في مصر دلوقتي حاجه مثلا زي دار العظام. لما انا اقول مثلا مريض هيجي لي عند دار العظام، انا عايزه اعرف يعني المراحل اللي هيمر بيها خطوه بخطوه من ساعه ما يدخل البوابه ايه اللي هيحصل، وهو جاي لك على كرسي، يعني هنتكلم مثلا هو جاي لك من الاول عنده مشكله كبيره جدا في الركبه. دار العظام بقت يعني فيها تخصصات دقيقه، فدي ميزه كبيره قوي، عندنا سب سبيشاليتي. انا بعشق السب سبيشاليتي الحقيقه. فعندنا ناس بتشتغل ركبه بس، عندنا ناس بتشتغل كتف بس، عندنا ناس بتشتغل هاند سيرجري بس، جراحات اليد وجراحات الميكروسكوبيه، فدي حاجه كويسه جدا ان انت بتقدر تدي للمريض احسن خدمه. المريض اللي عنده مشكله زي كده في الركبه هيجي هيتعمل له فحص سريري، يعني الدكتور هيفحصه، بص على ركبته، الركبتين، ثبات الركبه، حاله الاربطه، درجه الخشونه، درجه التقوس، درجه التني والفرد قد ايه بقت متاثره، طريقه المشي بتاعه المريض، هل قادر يمشي لوحده ولا مضطر يستخدم وسائل مساعده زي العكاز او المشايه اللي هي الووكر. كل الحاجات دي بتفرق جدا في اتخاذ القرار، ولا داخل لك على كرسي بعجل اصلا زي ما حضرتك قلتي. بعد كده هتطلب منه اشعه عاديه خالص، بلين اكس راي فيلمز، بتبين درجه الخشونه، درجه التلف اللي في سطح المفصل، درجه التقوس اللي حاصله، درجه الفلكشن ديفورمت، يعني الرجل بقت ساعات متنيه وثابته على وضع انحناء مش عايزه تفرد للاخر. وانا بحب دايما ابدا معاه بان انا ادي له علاج واطلب منه انه ينزل وزنه ويقوي عضلاته. العلاج ده ممكن يكون حاجه مسكنه ياخدها عند اللزوم، وبركز جدا على المرضى بتوعنا انه لازم المسكن في اضيق نطاق عشان يتجنب تلف المعده والكبد والكلى والتاثير على الضغط ومرضى القلب والكلام ده. مراهم موضوعيه ممكن يستخدمها بالكميه اللي هو عايزها، مره 2-3-10 مرات في اليوم، ملهاش اي اذى وبتلطف وتسكن الوجع. الحاجات الجيلاتينيه اللي بتغذي سطح المفصل لها دور فعال جدا، لكن ناخدها واحنا فاهمين ان هي زي الفيتامينز، هي حاجه بتغذي سطح المفصل، بتحفز الخلايا، وليست علاج جذري، مش كورتيزون. ايوه، وليست علاج جذري. ايوه، لو المريض بدا يتحسن على الخطه العلاجيه دي، معاها طبعا تقويه العضلات، ممكن علاج طبيعي ونزول الوزن، بنكمل فيها ويبقى اتحسن الحمد لله. البلان بي او الخطه البديله اللي ممكن نلجا لها لو ما اتحسنش هي الحقن، ولازم اركز برده ان الحقن ده نوعين، في حقن ماده جيلاتينيه او اكشلي ثلاث انواع، في حقن ماده جيلاتينيه، في حقن كورتيزون، وفي حقن حاجه اسمها بلازما. مفيش اي ابحاث علميه اثبتت ان في واحده منهم احسن من الثانيه او لها نتائج مؤكده،
لكن المواد الجيلاتينية هي أقل خطورة فيهم وأكتر حاجة ممكن يستفيد منها المريض، فإحنا دي اللي بنرشحها أو بنرجحها. الكورتيزون ما بنحبش نحقن كورتيزون لأنه ممكن يضعف السطح الغضروفي أو الغضاريف زيادة ما هي أصلاً ضعيفة. في أنواع معينة من الكورتيزون فقط هي اللي ممكن تتحقن لو الركبة ملتهبة جامد ومرة، عشان تقلل الالتهاب. تقلل الالتهاب بالظبط. ولازم بركز مع المريض ان انا افهمه كويس قوي واديله توعيه ان الحقنه دي يا فادت يا ما ضرتش، وهي مرحله ومؤقته. مؤقته دي تبقى 6 شهور، تبقى سنه، تبقى اكتر، الله اعلم. حاجه في علم الغيب يعني ما نقدرش احنا نحسمها. اذا وصل ان هو ما بيرتاحش باي سبل من السبل دي في العلاج، ده ما ينفعش وده ما ينفعش، وجرب نزل وزنه وعمل علاج طبيعي وعمل كل ده، خلاص بنرشح له فكره تغيير المفصل لو هو حابب يقدم على العمليه زي دي. العمليه دي لما بتقرر انك تعمل تغيير مفصل، ما بتعمله بدون مثلا ما توصل، ما تقول له مثلا روح قص الاول ولا مش لا خلاص بقى ما بتهتمش بالوزن؟ نقطه مهمه جدا. أيوه. نقطه مهمه جدا جدا. لا طبعا بنهتم بالوزن، يعني كلام حضرتك سليم، الوزن عامل مهم قوي، لان الحاجه السطح الطبيعي اللي ربنا خلقه تلف بالوزن ده وبالمجهود ده وبالحمل ده. فلو عملت مفصل في حد وزنه كبير مثلا 140 كيلو 130 كيلو، متوقع ان فرص نجاح، لقوا ان الدراسات لقت ان فرص نجاح المفصل ده اقل. طب وايه الحل لكن لو مش عارف ينزل؟ فعلا في مرضى كتير قوي اتس تشالنجينج، صعب عليهم نزول وزن، اللي عندهم سكر، اللي عضلاتهم ضعيفه، الكبار في السن، الغده، اللي عندهم غده، كل دي تحديات لنزول الوزن، وجربوا اكثر من مره ان هم ينزلوا في الوزن ومش قادرين وعايزين يتحركوا ويمشوا بس معطلهم الركبه. فبنقبل المريض اللي انت بتحس ان هو فعلا متحمس انه ينزل في الوزن، ووزنه مثلا لحد 110 115، بقينا نتسامح في فكره الوزن شويه في الظروف اللي احنا حكيناها دي، ومأكدين على المريض انه بعد ما يعمل تغيير المفصل وحركته تتحسن هيبقى مطلوب منه نزول الوزن عشان يحافظ على الركبه او المفصل اللي اتعمل، المفصل الصناعي اللي اتعمل. فحتى الوزن دي بقت حاجه اسمها ريليتيف كونترا انديكيشن، يعني سبب نقدر ان احنا نبقى فلكسبل او نتغاضى عنه شويه، في حدود بالظبط، على اساس ان انت لما هتنقله اللي هتغير المفصل هيبدا يتحرك وهيبدا ينزل في الوزن. مزبوط. صح. مزبوط. هيمشي بعد قد ايه؟ المشي بشكل طبيعي هياخد شويه وقت، لكن ان هو يبدا يمشي ده على طول، عكس ما الناس بتبقى متخيله. نسمع من ناس كتير قوي مرضى حرك ده، انا فلانه عملتها او جارتي عملتها وما مشيتش، وحد عملها وما عمليه تغيير مفصل، عمليه ناجحه جدا جدا، اتس سكسسفل سيرجري، اكتر عمليه ناجحه بتتعمل اون وايد سكيل بشكل كبير قوي، بيمشي من اول يوم. طبعا في الاول في وجود ووكينج ايدز، وسائل مساعده للمشي، بتعملها بتعملوها واحده واحده صح؟ ممكن تعمل واحده واحده. وده الافضل واللي بنرجحه اكتر، لان خبطتين في الراس توجع، لكن ممكن يتعمل الناحيتين بسبيسيفيكيشنز معينه. مريض يعني مش تخين قوي يعني، يكون ظروف حلوه، مكان مجهز، فريق طبي قوي جدا، يعني انت معاك المساعدين بتوعك، معاك حد تخدير قوي جدا، آلات وامكانيات تعمل الناحيتين، الشركه يعني الشركه محضر منها ان انت يبقى معاك كل الحاجات اللي تشتغل الناحيتين. مريض ما عندوش سكر، مش تخين قوي، ما عندوش ضغط، ما عندوش مشاكل تخليك ما تبقاش عايز تطول مده الجراحه والتخدير، ويكون الهيموجلوبين بتاعه عالي، لان انت مده الجراحه وعمليه في الناحيتين زي ما بقول يعني اتس لود، حمل على الجسم، لكن ممكن تتعمل في الظروف المناسبه قوي. الافضل نعمل ناحيه ثم الناحيه الثانيه بعديها مثلا من 3 ل6 شهور لما المريض يتعافى تماما. باكد ان هو يقدر يقوم يمشي من اول يوم بوسائل مساعده في الفتره الاولانيه، مش هيبقى معتمد على نفسه كامل الاعتماد الا بعد مثلا نقول افريج متوسط 6 اسابيع، لكن ما هواش نايم في السرير 6 اسابيع، ما هواش متجبس، ما هواش ممنوع من الدوس، عشان الحاجات دي كلها بتسالها وبيبقى المريض قلقان منها. بس بتحب انكم تشوفوه على طول، يعني بيجي مثلا زيارات بعد كده بتبقى قد ايه؟ لازم على الاقل بعد اسبوع، بعدها باسبوعين وبنفك الغرز، وبعديها ب3 اسابيع، وكان ممكن يعمل علاج طبيعي كمان. ممكن يعمل علاج طبيعي لتقويه العضلات وان هو يخلي حركات التني والفرد مرنه. بنفضل نتابع المريض لحد ما هو يبقى قادر يمشي كويس جدا. انت عندكم قصص على الفيسبوك، انا شفتها اتفرجت عليها، بتحطوها للمرضى دول بحيث ان هم بتسهل عليهم، مثلا لما انا بشوف حاله نجحت فانا بحب ان انا اجي تاني عشان اعملها. صح طبعا طبعا. طيب هسالك اخر سؤال، ايه النصيحه اللي حضرتك تقدر تقدمها لاي حد عنده وجع في الركبه، صرف النظر بقى عن خشونه او عدم خشونه؟ صح. وجع الركبه ده يعني عرض وليس مرض، فهو برود سبيكتروم، تحتيه يعني حاجات كتير قوي. ممكن تكون خشونه، ممكن تكون التهاب، ممكن يكون حمل زائد، ممكن يكون طريقه ممارسه رياضه خاطئه، ممكن يكون اصابه قديمه،
في الغضاريف. انصح اي حد عنده وجع في الركبه ان هو واحد يتوجه لدكتور العظام المتخصص في جراحات الركبه، حد سبيشالايزد في الركبه، يكشف يطلب منه اشعاعات، وفقا للاشعاعات هيديله شويه تعليمات ونصايح، ما يستعجلش ان الوجع ده يخف، ما يلجاش للحل الجراحي ايميديتلي على طول. في حلول كتير جدا بديله زي نزول الوزن، تقويه العضلات، والحلول دي مهمه. يعني المرضى كتير قوي بيبقوا بحس ان هم مش يعني ايه مش مقتنعين قوي، عايزين بقى حل بلاوة سريع، عايز حل جذري حل سريع، لكن هو لا، في حلول كتير قوي هي بتيجي بالتعليمات، انزل في وزنك شويه، قوي عضلاتك شويه، العب رياضه بطريقه صح، امشي وتحرك، مفيش حاجه اسمها رياضه يوميه واوزان تقيله بالظبط. والحل الجراحي ساعات ما بيبقاش له دور، هو لو مشي بالحلول السلميه دي هيوصل ان شاء الله. دكتور بجد عبد الرازق استشاري ومدرس جراحه العظام كليه الطب القصر العيني وزميل كليه الجراحين الملكيه للعظام والكسور بانجلترا، انا بشكر حضرتك جدا وكانت حلقه رائعه. اشكرك ميرسي. اشكر حضرتك ميرسي. ابقوا معنا في الفقره القادمه. اهلا بكم من جديد. والحقيقه الفقره دي مهمه جدا لانها بتتكلم عن حاجه مؤلمه جدا وهي السمنه عند الاطفال. اي حاجه بتخص الاطفال عموما بتبقى حاجه لو فيها مرض بتبقى حاجه مؤلمه جدا. امال بقى لما يكون مثلا في موضوع زي السمنه المفرطه والتنمر على الاطفال دي والمشاكل الصحيه اللي بتبقى عندهم، الكلام فيها كتير جدا وعايزين نتكلم فيه باستفاضه ازاي نعالج الاطفال دي وازاي نجيب لهم نتيجه مرضيه، مرضية ليهم ومرضية على صحتهم ومرضية لحاجات كتيرة جدا. النهاردة أنا هستضيف أستاذ دكتور كريم صبري. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب عين شمس ومدير وحدة السمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وزميل كلية الجراحين الأمريكية وحصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا عايزة أتكلم معاك في الموضوع ده وده موضوع مهم جدا. أنا عايزة أعرف في تخصص حضرتك، انا مش عايزه اتكلم على جراحه على علاج السمنه العادي اللي ممكن يطول الامد فيه ونبدا نتعالج لغايه ما الاطفال نفسها بتزهق من العلاج ده. انا عايز اعرف ممكن حضرتك تقدم لهم ايه في البدايه. اسمحي لي انا احيي حضرتك وكل الساده المشاهدين كل فريق العمل. الحقيقه طبعا السمنه في الاطفال مختلفه شويه عن السمنه في كبار السن. السمنه في الاطفال الحقيقه لها مشاكلها الخاصه، لما كاتيجوري يعني هم ليهم هم مختلف، ليهم تفكير مختلف. يعني انت لو قلت للاطفال انت عايز تخس ولا مش عايز تخس، يعني عايز يخس طبعا لسبب هو شايفه اجتماعيا هو مضروب منه، يعني هو مش قادر يواجه المجتمع، مش قادر يروح المدرسه بتاعته او يمارس رياضته كما يجب، مش قادر يعزل نفسه عن المجتمع اللي هو قد يتنمر عليه في بعض الوقت ببعض الكلام. وكل على فكره مريض السمنه المفرطه عموما يعني بخبره بقى سنين حساس جدا جدا جدا، ويمكن انت تقول له كلمه هو بياخدها بصدر رحب بس يعني طبعا بيبقى يعني زعلان. صعب جدا. طبعا. لكن طبعا الاطفال احنا بقى كاباء بقى وناس مسؤولين عن اطفالنا، احنا الاطفال لازم نحميهم من مشاكل السمنه المفرطه وامراضها. يعني هو الطفل مش بعيد خالص عن الاصابه بالسكر، مش بعيد خالص عن الاصابه بالضغط، مش بعيد خالص عن تدهن الكبد، تقوس المفاصل في السن الصغير. الاطفال اللي هم بيناموا بالليل قاعدين على الكرسي كده ما بيقدرش ينام على ظهره، بيقعد طبعا عنده شخير طول الليل ما بيقدرش ياخد نفسه، انقطاع النفس بصوره مزعجه جدا طول الليل. وده ليه تاثير في حاجتين الحقيقه. اول حاجه مرضيا بيعمل بقى بلمونري هايبرتنشن بعد كده، او مشاكل في الشرايين بتاعت القلب او البلمونري فيسلز الرئه. وبعدين بيعمل حاجه كمان انه تحصيل الطفل اللي هو قاعد طول الليل مش قادر ياخد نفسه لان الدهون في الحلق ملياه ما بيقدرش يحصل دراسيا، عايز ينام بقى طول النهار. زي بالظبط السن الكبير اللي هو بقى عنده سمنه مفرطه وعنده انقطاع في النفس اثناء النوم، الراجل ده لو بيسوق الصبح ممكن ينام وهو سايق، لو بيعمل شغل في مكتبي هتلاقيه طول الوقت مسقط مننا كده بينام لان طول الليل محروم من النوم اللي هو المستريح. طبعا احنا لا ما نستهونش ابدا بمشاكل السمنه المفرطه في الاطفال، سواء مشاكل اجتماعيه او مشاكل نفسيه او مشاكل صحيه، هم مش بعيد خالص عن الامراض. فيعني طبعا ليهم حل. حاجه تساليني بقى احنا نقدر نقدم لهم ايه؟ احنا طبعا معادله صعبه جدا جدا في الاطفال.
مش اي طفل طبعا ان احنا تعالى اعمل لك عمليه يعني كل السن عشان احنا بنقول الاطفال خلينا في المجتمع السن في المجتمع الشرقي مختلف عن السن تاني. احنا ما نقدرش نقول لواحد عنده 8 سنين تعالى اعمل عمليه. في مجتمعنا الشرقي اللي احنا المصريين العرب طبعا احنا عندنا يعني الجايد لاينز في مكان واحنا عايزين اللي اعلى منها شويه. يعني انت ما يقولكش مثلا كتله جسم 40 في سن 8 سنين، لا طبعا احنا عايزين سن فوق ال 11 سنه 12 سنه كده ابتدي اعمل عمليه. لسبب احنا محتاجين طفل برضو يعرف يسمع الكلام، لان انت عملت له انت اختيارات العمليات مش كتيره. يعني احنا ما نقدرش ان احنا نعمل برغم ان بيتعمل بره الحاجات اللي بتعمل بره كل انواع جراحات السنه ممكن تتعمل، يعني ممكن تعمل تحويل مسار، ممكن تعمل تكميم معده بره. مشكلة مشكلة كبيرة جدا طبعا في امريكا رهيبة جدا طبعا حاجات طبيعة الاكل مختلفة وطبيعة الحياة مختلفة. احنا عندنا في مصر لو الطفل بتاعنا بالبلدي كده معدي 100 كيلو معدي 100 كيلو في سن صغير بعد ال 11 سنة بالتقريب يعمل العملية، بس يعمل العملية لما يكون عنده مشكلة وزنه زاد فوق ال 100 كيلو كسر 100 كيلو ده رقم مش طبي. انا الكتلة بتاعتنا فوق ال 40 زائد مشاكل. انا بتكلم تسهيلا للوضع، يعني انا لو طفلي 11 سنه فوق ال 11 سنه وزنه ابتدى يكسر ال 100 كيلو ابتدى يشتكي بقى مشكله في المفاصل، عظمه متقوس طول الليل قاعد يشخر، ابتدى اعمل له تحليل سكر عنده ابتدى يظهر عليه السكر، ساعتها ناخد الطفل ده على طول تعالى اعمل العمليه. نوع العمليه ايه بقى؟ في عمليات طبعا شديده بالرغم ان نتائجها كويسه جدا في المراكز بره مصر الا ان احنا ما بنحبهاش، لان طبعا عشان اجيب طفل اعمل له تحويل مسار يبقى معتمد على فيتامينز مدى الحياه، يعني انا شايفها كتيره. ده كلام عن طريق مش علمي، انا بتكلم كلام اجتماعي. انا بقول لك تقول له انت اكل تاكل الحاجات الغازيه والسكريات ما يمكن تطبيقه بره، يعني انا شايف ان هو ما يتطبقش في كل المجتمعات. فاحنا هي عمليه تكميم فقط اللي هي تصغير حجم معده فقط، عمليه لا تؤثر على الامتصاص. يعني انا باخد الكربوهيدرات باخد البروتينز باخد الخضار اي حاجه باكلها انا بمتصها فمفيش عندي نقص فيتامينز، مش مضطر ان انا اخد فيتامينز زي بتاع تحويل المسار بصوره الزاميه، متابعه خفيفه، نزول وزن امن، هي تصغير فقط لحجم المعده. الحقيقه طبعا الاطفال مشكلتهم هم مش احسن مريض يعمل عمليه، لانه احنا بنعمل له عمليه بس لازم يكون في شرط ان واحد 11 سنه هيعمل عمليه تكميم وانت محتاج تقول له يعني قلل من الشوكولاتات شويه والايس كريم والمعجنات وده سنه صغير. طبيعي. فمحتاج بقى دعم اسري. اذا لم يتوافر الدعم الاسري يعني في اراده من الاسره او ان هي عايزه تساعده في طريقه الاكل فيما بعد، يعني اقول له انا اعمل بقى عمليه تكميم واعمل دايت، انت مش هتعمل دايت بس يعني كمان من المحافظه او المتابعه للطفل بتاعك، لانه من غير المتابعه الاسريه دي هو طبعا في النادي في المدرسه في الرياضه بتاعته طبعا النتيجه هتبقى طبعا النتيجه ممكن تتفاجئ ان انت الوزن عملت العمليه وخسره 50 كيلو ونزل بقى ستاند جميل وابتدى الوزن ينقر عليه بعد شويه يطلع تاني الوزن. طبعا العمليات دي مش كمبيوتر في البطن احنا بنركبه وبيختار نوعيه الاكل، لا ده محتاج دعم اسري كويس جدا. عشان كده مش كل الناس او كل الاطفال ينفع معاهم العمليات، لابد ان احنا نقعد قاعده زي اللي احنا قاعدينها دي، الأسرة لازم يتعمل لها يعني تقييم إذا كان في دعم. أحسن أسرة اللي هو الأب عمل عملية قبل كده أو الأم عملت عملية قبل كده، هم عارفين الطريق، دول ناس ما تفكرش معاهم. أنت نمرة اتنين الابن عنده الأم أو الأب هو غير مستعد لده، يعني طبيعة الشغل وطبيعة الحياة مش مساعدة إن هو يتابع طفل، ما تعملوش عملية خليه كده بيحارب بقى بالطرق التقليدية على قد ما تقدر، لكن لابد من توافر دعم اسري مع الطفل بحيث ان هو يستمر بقى الاداء معاه شويه او يستمر تاثير العمليه معاه على طول او ان هو يستفيد من انقاص الوزن فيما بعد. كنت حضرتك ذكرت ان قلت لي مش كل العمليات هتتعمل للطفل الصغير، طب ايه بقى انواع العمليات بقى اللي هتتعمل للطفل الصغير؟ هو التكميم ده كفايه، انا انصح باجراء عمليه تكميم، تحويل المسار بالرغم انها طبيا تنفع الا انا شايف ان هي فشل يعني كشخصيا او جراحيا او يعني كنصيحه احنا خلينا في تكميم المعده فقط كفايه. انا عايز حاجه تعتمد على المريض في نفس الوقت بالظبط، انا مش عايز اعمل المريض نقص فيتامينز. فتكميم المعده هي افيد الحلول وافضلها وهي عمليه سهله بسيطه، احنا جربناها عندنا في عين شمس في جراحه الاطفال زمان، كنت مع بعض الزملاء يعني كان امتداد من عندي من اسم الجراحه عندنا، رحت عملت عمليات كثيره في اسم جراحه الاطفال في عندنا في عين شمس
والحقيقه كان عملنا مجموعه حالات كتيره جدا، وما زال بقى في شغلنا احنا بقى بنعمل الحاجات دي بصوره كبيره جدا، لكن ده كان من زمان من اصل من تبعتهم لما كبروا. الحالات بتاعتنا احنا بنتابعها، حالات الجامعه الحقيقه ما عنديش فكره هم وصلوا فين، لانها مش في الاسم بتاعي، كان في اسم جرعه الاطفال، واكيد متابعينهم. لكن احنا الاطفال بتوعنا يعني بتبسط جدا، نتائج فيها مميزات كتيره جدا. الطفل اول حاجه انه يعني وانت بتعمل العمليه انت بتبقى مبسوط ان انت تعمل العمليه لطفل 11 12 سنه. استجابته بعد العمليه بتبقى سريعه جدا، يعني انا ما بتألمش بدون سبب، يعني الراجل الكبير بيبقى متحفز 30 40 سنه، هو انا هتألم؟ الطفل على فكره في بعض الاطفال وعندنا تقارير كتير للحاجات دي بعد 7 8 ساعات عايز يروح، يعني هو بعد العمليه وخلاص فتحات صغيره وتلسكوب صغير وقت قصير بينج، هو يعني خلاص رد فعله طبيعي. ربنا سبحانه وتعالى بيساعدهم. هو عايز يروح، يعني هو عايز يروح ومبسوط. طيب انا دلوقتي اثناء العمليه نفسها انت جدار البطن بتاع ما بين سن 10 سنين و20 سنه جدار بطن ظريف، يعني العضله ضعيفه مش جامده، يعني حركه المنظار سهله جدا، غير بقى الوزن الكبير زي مثلا راجل احنا زينا و40 50 سنه وزن مثلا 200 كيلو او 180 كيلو، جدار البطن طبعا بيبقى يعني في شويه صعوبه في الارجونومكس، في حاجه اسمها التورك، ان انا يعني بشتغل بنات صغيره جدار البطن نفسه لما يبقى سميك والعضلات شديده شويه بتلاقي في حاجه زي مناعه كده او يعني ريزيستنس او مقاومه ما بين الالات وايه الجدار البطن، في شويه صعوبه، ودي كنا نتمنى بقى ان احنا نعملها بالروب. الاطفال انا السؤال ده الاطفال ريبورتك هنا ايه بقى؟ بلاش روبوت في الاطفال، انا بتكلم في الحاجات الضخمه. لا ليه عايز اعرف اصل الاطفال كله ما بيبقاش صعب والارجونومكس بتاعتهم سهله، يعني انا عشان اعمل عمليه في الروبوت في الاطفال محتاج بقى اوزان ضخمه، يعني طفل صغير منظار بسيط يعني، فمش هيضيف له بنفيت، مش هيضيف له حاجه زي ده. الروبوت ده في الحاجات الصعبه اللي احنا بنتكلم عليها. ادخل بقى البطن في الاطفال وانت بتعمل عمليه تكميم معده للطفل، انت الدهون نفسها اللي هي جوه البطن الفيسرال فاتس طبعا بتختلف من واحد لواحد وبتختلف من سن كبير لسن صغير. الاطفال من احسن انواع الدهون اللي هي موجوده، دهون لم لان الدهون في حاله غليان والتهاب مزمن كرونيك انفلاميشن، يعني التهاب مزمن تاكل، يعني بتلاقي الدهون بقى في الاوزان الضخمه او في السن الكبير شويه المتقدم الدهون طبقه قد تكون متكتله لكن في الاطفال دي حركه سهله جدا، فتسليك المعده سهل جدا. السمك المعده نفسه سهل، يعني سهل بمعنى ان السمك بتاع المعده نفسه بسيط، يعني ما انتش مضطر تعمل مانوفرز كتيره، وقت بنج قليل، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى، فتحات صغيره جدا، الطفل بعد يومين ثلاثه ممكن يمارس نشاطه ويرجع لدراسته العاديه. انا حاسه ان النتيجه بتبقى مرضيه بالنسبه ليك كجراح اكتر من لما بتشتغل مع الكبار؟ طبعا طبعا. حضرتك بتقولي لي ايه النتائج بتاعتهم؟ النتائج بتاعت الاطفال يعني مختلفه تماما عن الكبار، حرق مختلف جدا، يعني جهاز مختلف، يعني طبيعه الجسم مختلفه. الاطفال في حاله حركه مستمره، يعني هو بيروح مدرسته ودراسته وحاجاته. احيانا ممكن ما تقارنيش طفل عنده 13 سنه 14 سنه 15 سنه وطبعا سن كبير ربما يكون عنده مشاكل في المفاصلز اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، ان يعني محتاج تغيير مفصل وعنده بمركب حاجات، واحيانا بيبقى في حالات مرضيه تمنع الواحد ان هو او المريض ان هو يتحرك بصوره مظبوطه. السن الصغير غير السن الكبير، المتحرك غير المتحرك، طبيعه الجسم نفسها مختلفه. فطبعا الاطفال من احسن الناس اللي ممكن تستفيد. النقطه بقى مهمه جدا، الكونفليكت اللي بيحصل ما بيننا او نوع من الحوار الاثناء اللي احنا بنشوفه الجديد اللي احنا بنشوفه دايما في العياده الجدال. او في الجدال اللي احنا بنشوفه في العيادات طبعا، ان احنا بيبقى انا كاب او ام ببقى عارف ان الطفل بتاعي ده وزنه كبير بصوره مرضيه، وان الدكتور اقترح عمليه تكميم المعده للطفل، هل القرار بيبقى صعب جدا، يعني قرار الاب والام بيبقى صعب جدا ان هو بس هو عمال يحسبها من جهه، انا دلوقتي هل انا بعمل عمليه مظبوطه لطفلي ده؟ يعني هيأثر عليه في المستقبل ولا لا؟ ولا اسيبه بالسمنه المفرطه؟ سؤال رائع. بالسمنه المفرطه ان انا حلقه مليان دهون مش قادر ياخد نفسه وحالته النفسيه مش احسن حاجه وطبعا مش قادر يحصل دراسيا على افضل ما يكون، ولا اعمل بقى العمليه اللي انا مش عارف نتائجها دي. احنا بنشيل عن حضرتك الحرك تماما، احنا ده شغل مؤسسي جامعه، يعني قصدي علمي، يعني قصدي مش احنا اللي ابتديناه،
ده معمول بيه في كل انحاء العالم. دي ريكومنديشن عالميه بحته مش بيرسونال بتاعت انا. ده جراحات الاطفال، جراحه تكميم المعده في الاطفال دي حاجه معمول بيها في كل دول العالم. بل بالعكس، ده احنا عايزين، احنا بنكبر الوزن اكتر من الطبيعي. يعني احنا لو اوزان اقل من كده بتتعمل بره، احنا بنكبر الوزن وما بنعملش الحالات الا لما تكون حالات بقى هي النيد، يعني هي محتاجه فشل في المسار الطبيعي، فشل بقى في المسار الطبيعي اللي كله مشاكل طبعا. يعني انت عشان تقول للطفل يعمل تغذيه وجرعات معينه من الاكل صباحا ومساء وادويه، يعني يلتزم وقول له اعمل ركب بالونه، البالونه ما بتنفعش في سن صغير، ما بيستحملش مشاكلها، وبالتالي هو الحل الاوحد فيما في بعد فشل طبعا الطرق التحفظيه اللي احنا خلينا يعني نتكلم عليها اللي الناس تزعل مننا. لكن انا بتكلم كلام علمي بحت. فشل التغذيه في الاطفال يساوي اجراء عمليه تكميم معده في السن الصغير طالما الحاله مستدعيه. سؤال هتلاقيه فعلا يعني على كل الاباء مثلا، هيقول لك ايه المشاكل اللي ممكن تتعرض مثلا، يعني مثلا لو بنوته يخافوا ان هي بعد كده الانابيب تتسد او يحصل اي مشكله، دي اللي احنا بنفكر فيها احنا دايما كاطباء. ده احنا لازم النقطه دي تكون واضحه جدا، يعني الحته دي اكتر حاجه بتعرف على حاجه. ليه اسال في تاريخ المرض دي، هل انت عملت عمليه قبل كده ولا لا؟ ده مهم. والام دايما تسال هو انا بعد ما اعمل عمليه التكميم لبنتي هتخلف ولا لا، ولا هيأثر على الانجاب ولا لا؟ ده مهم جدا جدا. ايوه، الوزن الزايد يقلل الانجاب، احنا طبعا متفقين على ده، ده حقائق علميه. 80% من الناس اللي عندهم تكيس مبيض عندهم وزن زايد. انت لو رحت لو واحد عنده لو سيئه بنت صغيره عندها تكيس مبيض او عندها تاخر في الانجاب وعندها وزن زايد، هيرجعها تنزل وزنها، يا سواء بالتغذيه العلاجيه سواء بعمليه التكميم. وحالات كتيره جدا 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 متاخرين على الانجاب اعمل نازل وزن، والله ما بيحتاج اي مساعده في الانجاب. يعني تاخر الانجاب بسبب الوزن لابد من انقاص الوزن، بحيث ان احنا يبقى اذا انقاص الوزن واجراء العمليه تساعد على الانجاب وليس العكس. السن المفرطه تؤخر الانجاب وبتلخبط الدوره الهرمونيه. احنا هنحلق في دي عشان هنقعد انا وانت بقى دي بقى للصبح تاخر الانجاب. اهلا بحضرتك استاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه طب عين شمس، ومدير وحده السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين بالكليه الملكيه بانجلترا، وزميل الجراحين بامريكا، وحصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه SRC. اهلا بحضرتك وشكرا ليك جدا، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى متكرره باذن الله. انا بشكركم، كنت معكم دكتورة لاتونة، استودعكم الله، وزي كل مرة انتظروا التقرير اللي بعد كده. السلام عليكم، انا اسمي عباس عوض، عمري 17 سنة، وانا عملت العملية من شي 6 ايام هون بطنطا مع الدكتور كريم صبري. ويعني انا جيت عملت العمليه هون لانه بي عامل عمليه، وانا كنت يعني انه ناصح من 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 امريكا، وهو قال لي انه بعتني هون انه هو عملها، وقال لي انه كريم صبري الدكتور منيح فيها وعملناها هون. ويعني انه انا كان وزني قبل ما جيت لهون قبل عملت العمليه كان شي 126 كيلو، بس هلا بس عملناها صرت شي 116 الحمد لله. يعني انه اني عملت لانه اني كان معي سرطان وكان معي الانسولين عالي، يعني انه كان السكري وراتب عائلتي، وعملناها لانه حتى انه ما يجيني السكري وما يرجع لي انه بعيد الشر السرطان بالوقت اللي جاي. يعني اني كنت ناصح كثير وما كنت بدي انه ضلي انصح اكثر من هيك. بس انا اول ما فتت على العمليه يعني نزلونا تحت، ما كنت خايفان كثير لانه هيدي مش اول عمليه بعملها، يعني انا عملت 4 بحياتي كلها. سو اول ما فتت يعني انه ما كنت خايفان كثير، وكمان بعرف انه عم بعملها انه كريم صبري عم يعمل اياها ومنيح فيها كثير، عملها لبي وعملها العالم كثير معروف فيها. وانا يعني انه بس الي 6 ايام عاملها، وانا الي بس شي 24 يوم هون. انا عايش بامريكا بس انا خلقان بلبنان، بس يعني انه ما كنت خايفين، لا ما كنت خايفين الصراحه، يعني انا مش هدوناش اول عمليه بعملها الصراحه يعني.